بعد لما نخلص المحاضرة هبعت لكم كوبي من الفيديو اللي احنا عملناه في المحاضرة دي بالانتراكشن بتاعكم بأسئلتكم، تبقى موجودة عندكم عشان لو حبيتوا ترجعوا لها بعد كده. اوكي نبدأ. احنا كنا already قلنا في الفيديو، اتكلمنا على جزء من الفلاجز، اتكلمنا على الكاري فلاج كاري فلاج والاوفرفلو فلاج. دول التو فلاجز اللي احنا اتكلمنا عليها في الفيديو اللي انا حطيته على يوتيوب. بليز اسمعوا، ولو في عندكم اي اسئله قولوا لي. النهارده هنتكلم على بقيه الفلاجز اللي موجوده عندنا، اللي هي ايه؟ هنتكلم على الزيرو فلاج، هنتكلم على الباريتي فلاج، هنتكلم على الاوكسيلري فلاج. اوكي دول الفلاجز اللي ايه اللي ناقصين لغايه دلوقتي. طبعا وهنتكلم على الساين فلاج. اسهل اثنين فلاجز من فلاجز دول هما الساين فلاج والزيرو فلاج. المعنى بتاعهم واضح قوي، نراجع مع بعض تاني بسرعه. هو الفلاجز دي عباره عن ايه؟ ده ريجستر فيه 16 بت، بياخد قيمه يوصف يحط معلومات اضافيه على اخر عمليه حسابيه تمت من اي arithmetic او logic operation. يعني فور اكزامبل انت لو جيت كتبت add، معلش اهو add ax comma bx، النتيجة تتخزن في الديستنيشن اللي هي مين؟ AX. وأي معلومات إضافية عن النتيجة، هل النتيجة كانت موجبة سلبة زادت عن حجمها، تبقى موجودة فين؟ في الفلاجز، في الفلاج ريجستر، هم القيم اللي موجودة عندك. دكتور قول يا باشا. هو الفلاج برضه ممكن يخزن لو عملنا شيفت مثلا أو كده؟ مثلا البيت اللي اتشافت دي بتطلع من الفلاج؟ That is a good question. تعال نبص مع بعض. هي معنى الكاري فلاج ايه؟ انت لو بصيت على الفيديو اللي فات، مين يقول لي معنى الكاري فلاج كان ايه؟ حد يقول لي. اللي هيقول لي هديله بلس 2. يلا. دكتور معلش بس هو اندرو مش سامع الليكتشر خالص. المشكله ممكن عنده تكون فين؟ هو مش سامعنا خالص. طب خليه ديسكونكت ويرجع تاني. اوكي ثانيه واحده يا دكتور. دكتور ايوه، لما بجمع رقمين مثلا 8 بيتس ويتبقى حاجه، فالحاجه دي 1 مثلا بيتحط في الكاري فلاج بتاعي. بيرفكت. زي ما احنا قلنا قبل كده في الفيديو، لو انتوا فاكرين، لو عملت اي عمليه حسابيه اد او وات ايفر، ولو الرقم فاض عن المكان المخصص ليه، رقم فاض عن حجم المكان المخصص ليه، البت اللي بتطلع زياده بتنزل فين؟ في الكاري. يعني الكاري والبارو برضو الاثنين؟ الكاري والبرو. ما هو البرو هي الكاري، خلي بالك اشرح لك دي كمان شويه، بس اديني فرصه بس استناها لك دلوقتي. بس المهم ان الكاري فلاج بيتحط فيه الرقم اللي فاض. طيب انا لما باجي بعمل شيفت ايه اللي بيحصل؟ يبقى عندي الريجستر، او شايف الريجستر او ده قصادك كده الريجستر. طيب انا لما باجي بعمل شيفت انا بعمل ايه؟ انا بزق الريجستر في اتجاه. لو عملت شيفت رايت ليفت مثلا، انا بزق البتات كلها تتزق في الاتجاه ده. ده معناها ان في بت اللي كانت موجوده هنا هتقع بره، يعني هتفيض، يعني تدخل فين؟ الكاري فلاج. اذا في الشيفت اتفضلي. دكتور معلش سوري، بس السويسي مش عارف يدخل عشان هو داخل من كمبيوتر، محتاج بس الاي دي او حاجه تدخله اللينك. بس اللينك يدوس على اللينك المفروض يدخل عليه. قال لي هو بيطالب منه اي دي، او طالب منه ميتنج اي دي. جيب لك الميتنج اي دي ثانيه واحده. اوكي احنا اصلا مش محتاجينها، بس ايه اهو. طيب انا هبعت دلوقتي ميتنج انفيتيشن، هو مش اي دي بس انفيتيشن، او بعته اهو. ندوسه عليه كده نشوف الشخص. هو خليه يخش من واتساب ويب. ده في فين اهو الميتنج اي دي اللي هو 98 مش عارف ايه موجود. اوكي طيب ممكن نستخدمها. تمام اوكي. هو الطبيعي ان احنا مش محتاجينه اصلا، بس خلاص خليه يجرب. طيب نستنى شويه لغايه لما تحلوا المشاكل دي. وحالا يدخل. طيب اكمل يعني؟ تمام ماشي. اوكي اوكي. طيب فزي ما احنا اتفقنا اهو يا شباب، فين انا؟ انا اهو انا اهو. طيب زي ما كنا اتفقنا يا جماعه ان لما تيجي تعمل شيفت انت بتزق الرقم، فلما تيجي تزق الرقم في اي اتجاه البت الاخيره دي بتفيض بتطلع بره. شايفين يا جماعه الحاجه ولا لا؟ حاضر. اوكي. فالبت اللي بتقع بره دي، البت اللي بتقع بره دي احنا بنحطها فين؟ في الكاري فلاج. ده لو كنت هعمل شيفت رايت او شيفت ليفت. يعني لو عندي ريجستر بالشكل ده، ادي الريجستر موجود عندي كده اهو،
وقررت برضو اعمله شيفت في الاتجاه ده. ما هو اللي هيحصل لما تزقه في الاتجاه ده البت دي اللي هتقع. طب هتقع فين؟ برضو فين؟ في الكاري فلاج. يبقى اذن الكاري فلاج بتحط فيه اي حاجه بتفيد، اي حاجه بتطلع بره الرجل. اذا كانت بقى طلعت بره عشان بعمل اديشن على 8 بيتس على 8 بيتس فزادت بقت 9 فدي فاضت، او انا بعمل شيفت فبزق في حاجه وقعت بره، اللي بيقع بره ده بيخش في الكاري فلاج. اوكي شباب؟ بيرفكت. طيب تعالوا نشوف مع بعض. كان في حد سال على البرو. هو البرو عباره عن ايه؟ البرو هو الكاري. بس انتوا عارفين الاديشن السبتراكشن انا اسف عباره عن اديشن. انت لما تيجي تطرح رقمين من بعض انت اكشلي بتجمعهم. انت لو قلت 2 ناقص 7 انت فعلا بتعمل ايه جوه الكمبيوتر؟ انت بتجمعهم. بس الاثنين بتبقى الباينري العادي بتاعها، والسبعه بتعمل لها ايه يا شباب؟ مين ممكن يقول لي تتمثل ازاي في الكمبيوتر الناقص؟ اللي هي السكند كومبلمنت بتاعها. برافو عليك، ده السكند كومبلمنت. ايوه السكند كومبلمنت بتاع سبعه. وبعد كده بتعمل اد عادي. لو من الاد اللي فيه سكند كومبلمنت ده طلع كاري، يعني لو كاري فلاج هنا فيه 1 ده معناها برو. يعني هي نفس المفهوم. رقم هاي فيد، رقم الهاي فيد ده لو انا بعمل سبتراكشن معناه برو. لو انا بعمل اديشن هو معناه كاري، هي نفس البيت. اوكي؟ تمام. طيب تعالوا نشوف بقيه الفلاجز اللي موجوده عندي. مثلا الزيرو فلاج، الزيرو فلاج ده بيمثل ايه؟ احنا قلنا في المحاضره اللي فاتت ان الفلاجز بياخدوا اما زيرو يا 1. اي فلاج في الدنيا ياخد قيمه زيرو 1. زيرو لو انتوا فاكرين معناها فولس. يعني ايه فولس؟ يعني الحاجه اللي بيبص عليها ما حصلتش. ولو 1 ترو، يعني الحاجه اللي بيبص عليها تمت. طيب الزيرو فلاج بيبص على ايه؟ بيبص اذا كانت النتيجه صفر ولا لا. اذا كانت النتيجه العمليه الحسابيه دي بتقول لي اذا كانت النتيجه الحسابيه زيرو or not. يعني لما تبقى true تبقى قيمتها بكام؟ 1. يعني لو كانت الزيرو فلاج بيساوي 1 يبقى اخر عمليه حسابيه النتيجه بتاعتها كام يا شباب؟ زيرو. زيرو. لو كانت النتيجه بتاعت الزيرو فلاج صفر يبقى اخر عمليه حسابيه قيمتها كام يا جماعه؟ مش زيرو. مش زيرو. برافو عليك. ده نوت زيرو وده زيرو. زي الفل. انتوا كده ايه فهمتوا الدنيا. فده الفكره بتاعت الزيرو فلاج. طيب تعالوا نبص على الساين فلاج. الساين فلاج بيمثل ايه؟ بيمثل الاشاره. ادي الساين فلاج. ساين فلاج بيمثل الاشاره بتاعت الرقم. ساين فلاج يمثل الاشاره بتاعت الرقم. ايه هي الاشاره بتاعت الرقم؟ اللي هو اللي بيبقى لو 1 او 0 في الاخر خالص يا دكتور. برافو عليك يا حبيبي، برافو عليك. لو 1 او 0 في البت الاخرانيه دي. لو كانت هنا في 1 الساين فلاج هيبقى في 1، معناها ان الرقم ايه؟ نيجاتيف. لو كان هنا في 0 الساين فلاج في 0 هو بوزيتيف. برافو عليك. بس معلومه مهمه بس عايز اقولها لك عشان الحته دي تبقى واضحه. مش معناها ان الساين فلاج في 1 يبقى الرقم نيجاتيف. لو الساين فلاج في 1 معناها ان البت الاخيره دي ها فيها 1، فيها رقم بالظبط. طيب لو فيها 1 معناها الرقم نيجاتيف. لو كانت سايند سايند لو كان الرقم سايند. برافو عليك. لو كان الرقم سايند دي اشاره. طب لو الرقم مش سايند ال1 دي ايه؟ ده جزء من الرقم، جزء من الباينري بتاعنا. برافو عليك، جزء من الباينري بتاعه نفسه. هو الفلاج نفسه بيحدد منين لو الرقم كان سايند ولا لا؟ لا الفلاج ما بيحددش، الفلاج بيتخزن فيه رقم زيرو على حسب الخانه الاخيره دي فيها واحد ولا صفر. طيب ازاي انا كبروجرامر اعرف اذا كان الرقم ده سايند ولا او يعني الرقم ده نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ لو انا ببرمج انا عارف الفاريبل اللي بعمله سايند ولا انسايند. انا اديت المثال ده في الفيديو لو انتوا فاكرين، قلت لكم لو احنا بنمثل عدد الطلبه الموجوده في الفصل عمرها تبقى سالبه؟ لا لا، يبقى دي انسايند. لا طبعا. بالظبط. لا طبعا. يبقى الساين فلاج في الحاله ان انت عندك فاريبل بيمثل عدد الطلبه في الفصل لا معنى ليه، ما تبصش عليه اصلا. طيب لو بنحط درجات او بنمثل درجات الحراره اللي موجوده في سيبيريا مثلا في القطب الشمالي، لا ده في تحت الصفر، ده ثلج. في نيجاتيف وفي بوزيتيف. بالظبط. فعلى حسب الابلكيشن بتاعك انت عارف. في الهاي ليفل بروجرامنج لانجوج زي سي انت ممكن تكتبها بايدك. يعني انت لو جيت في البروجرامنج لانجوج كتبت انت اكس
الديفولت بتاعه signed. طب انت لو عايز تخليها unsigned في variable type تاني ما عارفش تخطوه ولا لا اسمه uint. uint يعني ايه؟ حد ممكن يتوقعها؟ يعني unsigned اللي هي من غير sign اللي هي مالهاش علاقه بالنيجاتيف او البوزيتيف. برافو عليك. ففي الهاي ليفل بروجرامينج لانجويج زي سي احنا بنحددها في البروجرام، لكن في الاسامبلي ما عنديش الامكانيه دي. انا ببقى فاهم كبروجرامر كمبرمج انا عارف انا بحط الفاريبلز بتاعتي بي سايند ولا انسايند، ودام انا عارف انا هبص على الريجستر المناسب. انا بيجي لي رساله ان الانترنت بتاعتي نوت ستيبل. انتوا سامعيني ولا لا؟ هو بيقطع بسيط يعني بس سامعين. بيقطع بسيط يا دكتور. بس سامعين. اوكي انا سامع كويس يا دكتور. طب حلو يا دكتور. معلش الاو اف فلاج. قول تاني الاو اف. الاو اف اللي بعد السي اف. سي اف اند او اف. الاوفر فلو فلاج انا كنت قلتها في الفيديو. عايزها تاني؟ لا خلاص مش مشكله. اوكي انا كنت عملتها في الفيديو اللي انا بعتها في على يوتيوب. اوكي تمام. انا مش بعيد عشان ما اضيع لكمش وقت، بس انتوا لو عايزين اعاده تاني انا معاكم مفيش مشكله خالص. لا طيب بص يا شباب، احنا في حتى في الترمات العاديه انا كنت تقريبا بكتفي بدول، فبلاش تعالى عشان بس ما احطش عليكم عيب ملوش لازمه. مش هجيب لكم الكاري الاوكسيلري فلاج والباريتي فلاج في الامتحان، تعالى نكنسلها من المنهج. اوكي مفيش داعي نقول حاجات ملهاش لازمه، هي اصلا ملهاش استخدام كتير الايام دي. اوكي تمام يا دكتور. خلاص في اي حد عنده اي سؤال على الفلاجز بتعمل ايه دلوقتي؟ لا تمام. لا بس انا بس دكتور انا لو انا عايز اراجع على الحاجات القديمه في مثلا كتاب او حاجه حضرتك سجست يعني. يس. الكتاب بتاع مزيدي بتاعنا المفروض انتوا استلمتوه اونلاين صح؟ بعت لكم. لسه ما استلمتوش بس استلمه. طيب حتى لو انت ما استلمتوش انت عندك الواتساب نمبر بتاعي، في اي وقت عايز تشدل معايا اوفيس اورز انا هبعت لكم على الواتساب جروب الكالندر بتاعي النتيجه بتاعتي اللي هو الابوينتمنتس بتاعتي اللي انا بشتغل فيها. اوكي اي وقت من الاوقات انت عايز تعمل ميتنج استاذنك بس قبلها بيوم قول لي انت عايز تعمل معايا 1 اون 1 ميتنج وهعمل معاك سكايب ميتنج انا وانت بس اشرح لك اللي انت عايزه. تمام. اوكي ماشي يا شباب. تعالوا نكمل مع بعض نشوف الاسئله ممكن تيجي هنا ازاي. انا بمسح الشاشه لسه ما جربتش السوفت وير ده، فانا هعمل نيو بيج وايه كل حاجه تتمسح. ما تقلقوش كل المكتوب هنا انتوا مش محتاجين تكتبوا، كل الموجود هنا دلوقتي بيتسجل فيديو وانا هبعت لك الفيديو ده على الواتساب جروب اول لما نخلص المحاضره. طيب تمام. اوكي ماشي يا شباب. تعالوا نشوف بقى الاسئله ممكن تيجي ازاي في الفلاجز. في الاسئله تيجي في الفلاجز في الامتحان انا ممكن ادي لك مجموعه انستراكشنز وبعد الانستراكشنز اقول لك قول لي قيم الفلاجز. فور اكزامبل ممكن اديك حاجه زي كده اقول لك موف في الاي ال 0 اف اف. انا اسف بصوا يا جماعه انا لسه اشتريت قلم جديد لللابتوب فبتدرب على القلم. ها بس انتوا واضحه بالنسبه لكم الكلام صح؟ طيب حلو قوي. حلو قوي. وبعدين مثلا نقول موف في البي ال 1 وبعد كده اقول له اد على الاي ال بي ال. اوكي بعد كده اقول لك قول لي لو سمحت الكاري فلاج الاوفر فلو فلاج الساين فلاج والزيرو فلاج هيبقوا كام؟ اطلب منك في المساله تقول لي قيم الفلاجز. انت عشان تعمل الفلاجز دي زي ما احنا لسه شفنا من شويه هتنفذ العمليه الحسابيه. دكتور حضرتك صوتك راح. اقول تاني؟ اوكي سامعني كده؟ انا سامع حضرتك يا دكتور. اقول تاني؟ ممكن خلي بالك الشبكات بتاعتنا كلها مش زي بعض، فانا هعيد تاني. بقول لكم ان في الامتحان انا هجيب لكم مجموعه انستراكشن زي ما انتم شايفينها كده. شايفين؟ وبعدين اقول لك لو سمحت قول لي قيمه الفلاج ريجسترز اللي هم دول هتبقى قيمتهم كام. اوكي طيب بنعمل ايه لما بتبقى عندنا مساله بالشكل ده؟ بننفذ العمليه الحسابيه عشان نشوف ايه اللي هيحصل. هستاذنك نفذها باينري عشان تبقى الدنيا واضحه قصادك. اهو انا دلوقتي هحول الرقم الاولاني باينري اللي هو اف اف والرقم الثاني اللي هو 0. انا حطيت 0 ولا حطيت 1 اهو. ونبتدي ننفذ العمليه. 1 زائد 1 كام يا شباب؟ 0 واحد. 0 معنا 1 0 كاري 1 0 كاري 1 وده هيبقى 0 كاري 1 صح؟ تدرب معايا كده عشان بس ما نقدرش نقول الكلمه دي كتير. اهو اخر واحده 1 زائد 1 هيبقى 0 وكاري 1. كاري 1 دي فاضت عن الحجم صح؟
هتتحط فين؟ دي هتتحط في الكاري فلاج. دي في الكاري فلاج. الكاري فلاج هنا يبقى في 1. طيب تعالوا نشوف مع بعض الاوفرفلو فلاج هيبقى في ايه. بنبص مع بعض، انا اتفقت معكم في الفيديو اللي فات لو كان الرقمين دول من نفس الاشاره والنتيجه باشاره مختلفه الاوفر فلاج بيساوي 1. لو كانت الاشاره بتاعت الرقمين اللي بتعامل معهم مختلفه الاوفر فلو فلاج دايما بيبقى كام؟ 0. ليه؟ ليها معنى، انا قلتها الاسبوع اللي فات في الفيديو. 1 و 0 ده معناها ايه يا شباب؟ واحد رقم ايه؟ بوزيتيف واحد رقم ايه؟ نيجاتيف. نيجاتيف. يبقى النتيجه هتقل ولا هتكبر لما تجمعهم على بعض؟ هتقل. هتقل، يبقى استحاله تزيد عن حجمها، يبقى الاوفر فلو فلاج بتساوي 0. اوكي؟ طيب والساين فلاج بقى، الساين فلاج احنا كنا لسه متفقين، تبص على القيمه اللي موجوده في اخر بت بكام. القيمه اللي موجوده في اخر بت بزيرو. بزيرو. الساين فلاج 0. طيب الزيرو فلاج كان بيقول لي اذا كانت القيمه بتاعت النتيجه اللي هي دي بتساوي 0 ولا لا، هي بتساوي كام؟ 0. يبقى ترو ولا فولس؟ 1. هي 1 بالظبط كده. يبقى زيرو فلاج ب 1، الساين فلاج ب 0، الاوفر فلاج ب 0. الزيرو فلاج ده لو الرقم كله ب 0 صح؟ ال 8 بتس كله. لو الرقم كله. اوكي. بالظبط. اوكي؟ يبقى دي الاسئله اللي ممكن تيجي في المنطقه دي، ان انا اجيب لك عمليه حسابيه واقول لك لو سمحت قول لي قيم الفلاجز بتاعتك. فيها حاجه؟ لا لا تمام يا دكتور. طيب بيرفكت. تعالوا بقى نشوف الجزء الثاني بتاعنا. احنا كنا اوريدي خدنا زي نعمل ديكلير للديتا، تعرف ديتا. تعالوا نشوف زي ممكن نتعامل مع الديتا دي، نجيب الديتا دي ونشتغل معاها. تعالى نفترض مع بعض ان عندي اثنين اريز اهو، بص اهو في دوت داتا، وعندي اثنين اريز اكس دي بي 2 3 4. انا اسف على الخط، معلش لسه بتعلم التول. اوكي ده. يعني هو مش أسوأ من خط كتير في المحاضرة، بس ما علينا. والله الخط حلو جدا. بس هو تمام كويس، مش شايفين يعني. الله يخليك. خط باين وحلو. ربنا يخليك قوي. فهو دلوقتي مثلا اهو اكس فاريبل اسمه اكس في 1 2 3 4 5 5 elements، وادي دي بي فاريبل تاني فيها 5 duplicate. question mark اللي هو الاري الفاضية لو انتم فاكرين خدناها في المحاضرة. طيب تعالى نفترض ان انا عايز اعمله في الكود ده، ان انا عايز انقل المحتوى من اكس اوديه لواي. يبقى اول حاجه انا عايز اعملها، عايز انا عندي اهو بص، انا بص على جنب كده، انا عندي اثنين اريز، اري اهي اسمها اكس فيها قيم اهي، دي اسمها اكس القيم بتاعتي اهي 5 و 6 او دي 6 ودي 7 انا اسف، وعندي اري ثانيه اسمها واي فاضيه. حد عنده اعتراض؟ بس فيها ال قول اسمه ده. لا لا تمام. question mark معناها ايه اصلا؟ فاضي. فاضي هو معناها ان هو ما فيهاش حاجه جوه. بالظبط. مستني اليوزر يحط. بالظبط كده. فالاري دي فاضيه، اللي انا عايز اعمله عايز اجيب المحتوى بتاع الاري الاولى اللي هي اكس دي وانقلها الى الاري اللي اسمها واي. طب اعمل الكلام ده. هو مش مفروض كنا بنعملها يا دكتور ان احنا بناخد الخانه الاولانيه ننقلها للخانه الاولانيه بتاعت الواي exactly. وهكذا والثانيه وهكذا فور لوب كنا بنعملها بالكودينج اكزاكتلي exactly. انتوا خدتوا المساله دي في السكشن ولا 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 ايه؟ لا بس انت صح. انا هعمل فور لوب، هاخد الخانه الاولى دي انقلها للخانه الاولى دي، وبعدين انقل على الخانه اللي تحتها انقلها للخانه دي وهكذا. يبقى اللي احنا عايزين نعمله، عايزين نعمل مؤشر او بوينتر يشاور اول مره على اول خانه، على الخانات بالظبط، عشان يساوي يشاور اول مره على الخانه الاولى، بعد كده يشاور على الخانه الثانيه، بعد كده يشاور على الخانه الثالثه، واقدر اتعامل معاه عشان انفذ. في نفس الوقت انا عندي حاجه بتشاور على الخانات هنا، عايز حاجه ثانيه تشاور على الخانات اللي موجوده فين؟ في واي. حد عنده اعتراض في اللي انا بقوله ده؟ تمام. هو ده هيبقى كانه زي كاونتر يعني؟ كانه بوينتر. الكاونتر ده اللي هيقول لك كم مره هتلفها، بس بوينتر هو اللي بيشاور صح؟ ما انا بشاور ببوينتر. طيب طيب اسالكم سؤال بقى، ايه هي البوينترز اللي ممكن تشاور عليها بحاجات جوه الداتا سيجمنت؟ مين يقول لي؟ اس اي دي اي. قشطه. اس اي دي اي وبي اكس كمان. شكرا يا عمر. فدول دول دول الحاجات اللي انا ممكن استخدمها عشان اشاور اهو، اس اي ودي اي وكمان بي اكس. انا هختار في المساله دي اس اي ودي اي.
اوكي وهنلف عدد مرات اللي موجوده في الخانه في في الاري قصدي في كام خانه في الاري 1 2 3 4 5 يبقى لف 5 مرات يبقى الكاونتر بتاعي الكاونتر بتاع الفولو بتاعي يبقى فيه كام 5 حد عنده اعتراض في اللي انا بقوله ده يا شباب بيرفكت اول سطرين موجودين في الكود حلو قوي استاذنك اول سطرين موجودين في الكود ثابتين هفهمهم لك كمان شويه بس خليهم دلوقتي ثابتين عشان ندخل في البرمجه شويه اهو اول اثنين بقول له موف في اي جنرال بيربز ريجستر فور اكزامبل اي اكس ات data وبعدين بقول له موف في الدي اس الجنرال بيربز ريجستر دول اول سطرين بيبقوا ثابتين في كل البرامج اوكي الهدف بتاعهم ان يخلوا الدي اس تشاور هنا خلوا الدي اس تشاور هنا ممكن تقول طب هي بتشاور على ايه بتشاور على حاجه اسمها بروجرام سيجمنت بريفكس مش وقته دلوقتي مش هضيع لك وقتك في حاجه مش مهمه قوي في الكورس في الظروف بتاعتنا المهم ان اول سطرين لازم اكتبهم كده عشان اخلي الدي اس تشاور على الحته دي اوكي لو ما عملتش كده الدي اس مش هتشاور على الفاريبلز بتاعتي طيب دلوقتي احنا محتاجين زي ما اتفقنا مع بعض يبقى عندي عداد ريجستر فيه عد في كاونت اخزن فيه عدد المرات اللي انا هلفها احنا كنا اتفقنا مع بعض قبل كده ان في ريجستر متخصص للعد مين ممكن يقول لي اسمه ايه كنا قلناها قبل كده ما قلناهاش السي اكس دي اكس الكاونتر ريجستر انا مش فاكر قلناها ولا لا بس لو ما قلناهاش كاونتر كاونتر بالظبط كاونتر اه قلناها بيرفكت ده كاونتر ريجستر فانا دلوقتي اقول له موف السي اكس 5 ده الكاونتر ريجستر بتاعي حطيت فيه 5 عشان انا هلف 5 مرات اوكي يا شباب حلو قوي الكلام ده وبعدين انا عايز امر جديد دلوقتي في الاسامبلي بروجرامنج لانجوج هيسمح لي اجيب بوينتر تشاور على هنا طب يعني ايه بوينتر تشاور البوينتر بيبقى جواه ايه يا شباب ايه اللي بيبقى جوه بوينتر مين يقول لي هو المفروض الادرس ان هو بيشاور على الحته الاولانيه حبيبي يا محمد الادرس بيجيب البوينتر يبقى جواه الادرس بتاع اول حته الادرس بتاع المكان اللي ايه بيشاور عليه واحنا متفقين مع بعض ان جوه البرنامج انا بتعامل مع نوع واحد من الادرس انا عندنا ثلاث ادرس انواع من الادرسز لو انت فاكر الفيزيكال وال اسمها ايه اللوجيكال اللي هي متكونه من ايه وايه ايوه متكونه من ايه وايه بقى لوجيكال فيزيكال لا اللوجيكال متكونه من ايه اوفست اوفست وسيجمنت صح ايوه واحنا قلنا في المحاضره ان انا بتعامل مع الاوفست بس الاوفست بتاعه برافو عليك فاللي انا عايز اعمله عايز اجيب الاوفست بتاع اكس طب اكتبها ازاي دي ازاي اقول له هات لي الاوفست بتاع اكس بص عليها هتبقى سهله قوي لما نكتبها هنقول له موف باسم البوينتر اللي انا عايزه فور اكزامبل اس اي كوما شوف دي اوفست اكس بس كده جبت الاوفست بتاع اكس كده جبت العنوان بتاع اول خانه موجوده في اكس وخزنته فين في الاس اي فيها حاجه دي يا شباب لا تمام حلو قوي هنعمل بقى الناحيه الثانيه انا عايز الدي اي تشاور على الواي فاقول له موف الدي اي اوفست واي قشطه بيرفكت كده انا قدرت اخلي الاثنين ريجسترز اللي عندي كل واحده تشاور على ايه تشاور على واحده من القيم الموجوده عندي مفهوم يا شباب فيري جود طيب انا عايز دلوقتي انقل هستاذنكم شفناها دي كويس عشان انا همسح الشاشه معلش لسه مش متعود ازاي امسح جزء من الشاشه لغايه لما اتدرب عليها انا همسح الشاشه دي كلها ففي اي حد عنده اي سؤال في اللي عملناه لغايه دلوقتي لا تمام حلو قوي همسح الشاشه اوكي خلاص هنكمل احنا في اخر شاشه من الشاشات اللي احنا كنا قاعدين فيها انا كان عندي القيمه بتاعه الاس اي والدي اي كانوا بيشاوروا على ايه الاكس والواي ابتدي اعمل عمليه النقل انا عايز انقل من اكس لواي انا عايز اللي بيشاور عليه اس اي احطه في واي مين يقول لي اعملها ازاي تاني يا دكتور معلش تاني الاس اي فيها الاوفست بتاع اكس احطه بين تو براكتس احطه بين تو براكتس عشان اجيب اللي جواه برافو عليك عشان اقول ان ده اوفست وهات اللي جواه بحطه بين تو براكتس اخده وعايز احطه فين في الايه في الدي اي حد عنده اعتراض دي اي
هكتب حاجه ما حدش يكتبها، يعني ما حدش بيكتب عشان احنا هنشير فيديو، بس لو حد بيكتب ما يكتبش دي عشان دي غلط. انت هتقول لي غلط ليه؟ المنطق ممكن يقول لك سوري موف، يقول لك اكتب كده. هات هات اللي بتشاور عليه اس اي اهي، بتشاور عليه اس اي وحطها في الدي اي. ده غلط ليه؟ لسه محط في الريجستر الاول. برافو عليك، ميموري تو ميموري. ثانك يو بالظبط، ثانك يو. فده مش هينفع، لازم احطها الاول في ريجستر. اقول له موف تو ريجستر. طب الريجستر يبقى حجمه كام؟ نرجع للمساله. لو انتوا فاكرين انا كنت معرف الخانه نوعها ايه، دي بي. دي بي يعني بايت، يبقى احطها في ريجستر حجمه بايت. زي فور اكزامبل الاي ال، طلعت دي ال معايا، مش مشكله. هو حسب حجم الورد اللي في الميموري قد ايه صح؟ على حسب حجم الخانه الواحده في الميموري قد ايه. اه الخانه في الميموري بالظبط. يعني انت لو عرفت الخانه اللي موجوده عندك دي بي يبقى هي بايت. طب لو عرفتها دي دبليو، دي دبليو 2 بايتس، 2 بايتس، 2 بايتس. اديني ريجستر حجمه 2 بايتس. اديني قول اي اكس. اي اكس قشطه. اوكي على حسب الخانه اللي موجوده عندي حجمها كام. ماشي يا شباب، احنا كده دلوقتي نقلنا من الاس اي وديناها في الدي اي. اخدت اللي كان موجود في الاس اي، او تعالى ارسمها لك هنا عشان ايه برضو تبقى متخيل اللي بيحصل. ادي شباب انا كمان 10 دقائق المحاضره بتاعتنا تنتهي عشان انا المود التاير 40 دقيقه. هقفله يعني لما تخلص هقفل وابدا تاني، ما تقلقوش انا معاكم. اوكي هبعت لكم لينك تاني. طيب تعالوا نرجع لي اللي احنا كنا بنقوله. في هنا عندي الاري، بص اهي ده كان اري اسمها اكس، دي اري اللي اسمها اكس اهي، ودي اري اللي اسمها واي. اوكي وانا كان عندي الاس اي بتشاور هنا، الاس اي معلش ثانيه واحده انا اسف. ادي الاس اي بتشاور هنا، معلش يا جماعه ثانيه واحده بنتعلم مع بعض احنا اسفين. براحتك يا دكتور ادهم. خليك يا حبيبي. ادي الاس اي بتشاور هنا، والدي اي بتشاور فين؟ هنا. اوكي طيب فاللي انا عملته هنا، انا خدت المحتوى اللي بيشاور عليه اس اي اللي هو الخانه دي، ونقلتها في المكان اللي بيشاور عليه دي اي اللي هي الخانه دي. يبقى انا كده نقلت انهي خانه؟ اول واحده. احنا كده نقلنا اول خانه باول خانه هناك زي الفل. اعمل ايه بقى في الاس اي والدي اي؟ المفروض ان احنا هنزود الاس اي واحد، وهكذا هيحصل مع الدي اي ان هو هيتزود واحد. قشطه. الاس اي والدي اي زودهم واحد عشان ينزلوا الخانه اللي وراهم. طيب ممكن اعملها ازاي؟ هدي لك امر جديد انا كتبته لك في الارثماتيك انستراكشنز بس مش هتوش بالتفاصيل، اسمه increment. امر اسمه increment، تكتب اي ان سي وتكتب قصاده اسم الحاجه. increment يعني زود بواحد، اسم الحاجه اللي عايز تزودها بواحد. كاتب اس اي كده هيزود الاس اي بواحد، وبعدين هتقول له برده increment دي اي. دي اي كده هيزود الاس اي والدي اي عشان ينقل على ايه؟ على الخانه اللي تحت، الخانه اللي ورا. هو يا دكتور هو ده بمسافه اللي هي الفور لوب اللي احنا بنقعد نعملها؟ ده شبه الفور لوب، بس خلي بالك احنا لغايه دلوقتي ما عملتش الفور لوب نفسها، كل اللي عملته ما احنا بنعملها اللي هي مانيوال. هوريك بقى الفور لوب بيتكتب ازاي، اللوب نفسه امر اللوب بيتكتب ازاي. خلاص لو في اي حاجه ثانيه عايزين نعملها، دي ده الجسم بتاع اللوب. حتى ده الجسم بتاع اللوب اللي انا عايزه يتعاد. طب اعمل ايه عشان اخليها تتعاد؟ في اخرها قوم كاتب كلمه لوب وادي اسم قصادها، مثلا اكس واي زد، اي اسم انت بتختار الاسم زي ما انت عايز. والاسم اللي انت كتبته الاكس واي زد ده بتكتبه قصاد المكان اللي انت عايز تعيده. انا عايز اعيد من اول هنا صح؟ هكتب قصاد الامر ده، بص قصاد الامر ده اكتب اكس واي زد واحط نقطتين قصاد الامر الاولاني ده. ده بيقول ايه؟ كاني بسمي اللوب نفسها يعني؟ كانك بتسمي المكان ده. بتسمي المكان ده عشان لوب معناها عيد. فلما يجي للمكان ده يقول له عيد من اول ها؟
تمام من اول اللي هي بتاعت اللوب اكس واي زد اللي هي بتاعت بالظبط تمام اول لوب من اكس واي زد يوم جاي من بدايه اكس واي زد يوم جاي لبدايه اكس واي زد دي يوم جاي الاكس واي زد اللي موجود عندي دي يروح لبدايتها اللي هي الحته دي يبتدي يعيد من عندها. طب هيعيد كام مره؟ مش فاكر احنا في الخمسه برافو عليك اللي احنا حطيناها في مين؟ في السي اكس خمسه حطيناها في السي اكس الخمسه صح؟ طب عارف ازاي هو بيعمل الكلام ده؟ الامر اللي اسمه لوب ده بعد كل لفه بياخد السي اكس وينقص منها واحد لغايه لما توصل لكام؟ زيرو 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 برافو عليكم. اسال طب هو هو يا دكتور معلش هو السي اكس المفروض ان احنا لما كنا بنحطه في فور لوب مثلا كان بيبتدي من اول خانه اللي هي الزيرو اللي هي مثلا اي اي اوف زيرو مثلا وبعديها يوصل لغايه اي اي اوف اربعه ده لو احنا ماشيين الفور لوب من زيرو لخمسه فاللي هو بيمشي هنا من خمسه لواحد يعني خمسه اربعه ثلاثه اثنين واحد خمسه اربعه ثلاثه اثنين واحد زيرو يقف زيرو يقف تمام خلي بالك خلي بالك ان ده العداد مش الاندكس يعني ايه العداد مش الاندكس يعني انا بعد من 5 ل 0 ايوه ايوه بس انا جوه انا ببدا من اي جزء من الاري اوله ولا اخره اوله اوله فالاندكس حاجه اللي هو بيشاور على الاري حاجه والعداد حاجه ثانيه انا مش عايزك بس تفهم ان لما ببدا من 5 انا ببدا من اخر الاري لا انا مش ببدا من اخر الاري انا ببدا من اولها عشان اللي بيشاور على الاري مش السي اكس اللي بيشاور على الاري مين اللي هو الاس اي الاس اي فالاس اي هي انا هو بس السي اكس فيه عدد اللفات اللي انت هتلفها اوكي هو بس يا دكتور عشان كنت لما جه كان عمل اول خطوه لما جه مثلا يعني هو في اللوب مشي اول ماشيه أيوة فعل كده هو بيبتدي ان هو يعني انا قصدي هو كده هو ابتدى اللوب ولا هو لسه هيبتدي اللوب بعديها بدا اللوب بدا تعال نبص اول مره هو داخل هينقل اول خانه اوكي تمام بعدين هيخلي الرقم ده كام أربعة ده أول مرة. تمام. الأول. وبعد كده هيلف تاني هيعمل إيه؟ هينقل هيخليها تلاتة. تاني خانة يخليها تلاتة. ينقل تالت خانة يخليها اتنين. ينقل رابع خانة يخليها واحد. ينقل خامس خانة يخليها كام؟ زيرو وهيطلع. يوم خارج. فكده هيلف خمس مرات. تمام يا دكتور. أوكي. طيب. دكتور. اتفضل اتفضل حد عنده سؤال؟ اعرف يعني اللوب ازاي ان هي يعني اعرفها ان هو هيعد خمس عدات ازاي قلت للاكس واي زد ازاي ان هو هيمشي خمس عدات ولا على هو بياخد السايز بتاع الاري ده القيمه الموجوده في السي اكس اللي هي في الشاشه اللي فاتت طيب بقول لك ايه هو هعمل لك انت شفته دي اولا نكتب في الاخر برنامج اند اوكي في اخر بروجرام بكتب بصراحه بكتب حاجتين بقول له موف في الاي اتش 4 سي هكسا interrupt 21h معلش خدها دي ثابته دلوقتي وبكتب end كده انا خلصت البرنامج انا هرجع اكتب لك اللوب تاني بس كده خلصت البرنامج في حد عنده اي سؤال في البرنامج؟ لا لا اخر ثلاث سطور تعال نشوف اللوب بقى ادي اللوب اللي انا كنت لسه قايلها لك خلي بالك انا فاضل لي ثلاث دقائق وهنبدا محاضره يعني جزء تاني من المحاضره بس في الثلاث دقائق دول عايز اجاوب السؤال بتاع الباشمهندس اللي ساله قال لي انت بتعرف اللوب بيلف كام مره ازاي؟ بص يا باشا احنا في بدايه الكود بتاعنا لما كنا بنشتغل احنا كنا قلنا موف السي اكس خمسه اوكي؟ وبعد كده بتكتب اكس واي زد اللي هو اسم اللوب بتاعك تعمل اللي انت عايز تكتبه هنا اي حاجه دي الحاجات اللي عايز تعيدها وفي الاخر بتكتب لوب اكس واي زد ده الشكل بتاع لوب السي اكس تتحمل فيها ايه؟ عدد المرات اللي انت عايز تلف في لوب ده اللي بيعرف الامر اللي اسمه لوب اللي انت هتلف خمس مرات طب هو ازاي بيعرف ان الامر اللي اسمه لوب ده الامر ده اللي اسمه لوب ده بيبص على القيمه اللي موجوده جوه سي اكس عشان يعرف كم مره هيلفها برضه ده سؤال اوكي هو ده سؤالك يعني ازاي هو اللوب دي يعني هل هي بتروح تبص على السي اكس بتبص على بص على السي اكس اللوب دي لو فتحناها هي اصلا امرين من جوه بس انا مش عايز الخبطكم دلوقتي هي اللوب دي بتتفك الامرين جوه الاسامبلي اول حاجه ديكريمنت سي اكس ديكريمنت يعني نقص بواحد هي اول حاجه بتعملها بتنقص السي اكس بواحد وبعدين جامب نوت زيرو
X Y Z. هناخد الجامبس كمان شوية. بتقول لو كانت النتيجة مش صفر ارجع لمين؟ ها؟ X Y Z. فهي اللوب تلقائيا من نفسها كل لما بتدخل بتنقص السي اكس بواحد وتشك هل النتيجة وصلت لصفر ولا لا. ده اللي بيعمله اللوب فعلا. قريبة من اللوب بتاعت السي. شبه اللوب بتاعت السي. بس اللوب بتاعت السي زي ما البشمهندس قبل كده قال لنا انا ببدأ من صفر وزيد. هنا ببدأ من فوق وإلى للصفر. بالعكس. اوكي. طب انا هقفل بس عشان ال 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 ونبدأ تاني دلوقتي. اوكي. ماشي يا شباب.